هنعمل سندوتش الشاورما في طاسة غويطة على النار، بحط معلقتين سمنة، لما يسخنوا انزل بلحمة شرايح رفيعة خالص، ولما تستوي كويس انزل ببصلتين مقطعين رفيع وعليهم ملح وفلفل وبابريكا، بهار لحمة وسماق ومعلقة من الصويا صوص، وحمص العيش الكايزر في الفرن او على الشواية وهو سخن كده، بنزل عليه بشريحة من الجبنة الشيدر او الجبنة مربعات علشان تسيح، وبعد كده بحط اللحمة، وعندي مشروم مشوح اهي احط عليها المشروم، وبعد كده مستردة وسلطة الطحينة وكاتشب، وعندي شرايح رفيعة من الخيار المخلل بيديها طعم حلو قوي، وبقفل على الساندويتش بلفهولهم كمان في ورق زي الجاهز بالظبط، وطبعا دي احلى من الجاهزة، طعمه جميل جدا. ندوق الاول ان شاء الله تجربوه وتعجبكم.